هذه الكويت، هي عبارة عن رحلة لمواقع مختلفة على مستوى الكويت لترسيخ جمال وتاريخ الكويت في أذهان المشاركين، والذي سيعقبه معرض وحفل ختام أكيد للمشاركين لهذا المعرض لعرض أعمالهم. للتعرف أكثر على هالمشروع وأسباب اختيار تسميته بهالاسم وأهدافه، نرحب معنا بضيفتنا الكاتبة هبة مندني. صباح الله بالخير هبة. صباح النور، هلا والله. الاسم مميز والاسم جميل، ليش سميتوا مشروعكم هذه الكويت؟ هذه الكويت لأن هي مبادرة تعني بجمالية الكويت، ونبي نعرف أبنائنا على هذه البلد اللي هي الكويت. إذا بتكلم عن المبادرة باختصار، أهدافها يعني إذا نتكلم عنها مثلا. إي نعم، هي مبادرة شبابية، معنا الدعم الاستراتيجي هي وزارة الدولة لشؤون الشباب. هذه المبادرة من الشباب، علشان الحقوق بس بقول اللي بادر فيها الأستاذة شيماء الشهاب والأستاذ بدر بن غيث. هذه المبادرة هي بتنظيم شركة سيجنشر كويت، راح تكون تضم اختيار 10 مشاركين من الكويتيين من الجنسين، بنات أو شباب، إنزين، علشان يكونون مشاركين معنا 10 كتاب و10 رسامين. راح نزور بعض معالم الكويت إن شاء الله في 10 رحلات منفصلة، ومن خلال رؤيتهم حق هذه المعالم راح نكتب وراح نرسم. هل في بالكم يعني مناطق او معالم معينه راح تركزون عليها؟ طبعا اكيد، احنا يعني ديرتنا ما شاء الله زاخره بالمعالم، سواء التراثيه وسواء المعالم الحديثه الحضاريه، واحنا ان شاء الله عندنا 10 رحلات لبعض المواقع. انا ما راح اصرح، راح تكون مفاجاه للمشاركين ان شاء الله، ومنها راح نستلهم الماضي، راح نكتب عنه، راح نكتب نظرتنا للمستقبل بعيون شباب الحاضر ان شاء الله. بالنسبه حق المشاركين يعني والاعمال اللي راح يتم المشاركه فيها، يعني شنو نوعها؟ هي تقتصر كلها بس رسمات يعني الرسومات راح تكون او شنو؟ لا، بالنسبه للمشاركين احنا قلنا راح نختار 10 مشاركين يهتمون بالكتابه، راح يكتبوا لنا قصص عن هذه الاشياء. كل اي نوع من انواع القصص ولا بتحددون نوع معين؟ احنا بالبدايه راح نشوف هم شنو راح يكون النتاج عندنا، وبعدين راح تكون في لجنه مختصه تهتم باختيار النتاج الفائز او اللي يستحق انه ينطبع في كتاب معين. وطبعا راح يشاركهم كذي اخوانهم الرسامين المشاركين، لان تدرين بعض القصص حلو انه يكون فيها رسوم بالمقابل مع الكتابة، هو هذا دعم للشباب الطموح الموهوب عندنا بالكويت. يعني هبة، حلو ان انتم راح يعني تشركون الطرفين، سواء الموهوب بالرسم او الموهوب بالكتابة، بحيث راح يكونون فريق واحد وتكون تجسد القصة صورة بعد فيها. صحيح، احنا يعني بالنسبة للأهداف هذه المبادرة يعني بالإضافة إلى تعزيز الروح الوطنية، حب الكويت، الإحساس بجمالها، أيضا احنا نحب أن ننمي شعور العمل الجماعي المشترك بين المشاركين. نعم، ولو بنتكلم عن أساس اختياركم لأفضل الأعمال المشاركة، هل في أسس حطيتوها في بالكم؟ إيه نعم. معايير معينة؟ اي نعم، بالنسبة للرسومات راح يكون في لجنة مختصة من رسامين كويتيين، وايضا للكتابات كتاب كويتيين راح يختارون الاعمال المشاركة اللي راح تنطبع. اما بالنسبة للرسومات فراح تعرض كلها في معرض ان شاء الله في حفل ختامي للمبادرة. هل في شروط يعني مثلا الحين اذا في شخص مثلا قاعد يتابع اللقاء الحين هبة ويعني شد الموضوع وده يشارك، في شروط مثلا لازم يكون المشارك عنده كتابات سابقة، كاتب أو رسام لازم يكون هو فعلا كان عنده رسومات وشارك في معارض أخرى، أو ما يمنع مجرد إذا يكون هو عنده موهبة؟ احنا الشروط الوحيدة اللي عندنا أنه يكون كويتي، ويكون عمره من 14 إلى 21 سنة، وإن شاء الله خليه يتابعنا على الموقع سيجنتشر كويت، هي الشركة المنظمة، ويسجل معانا في هذا المشروع، راح ناخذ الأولوية اللي سجل قبل. وإن شاء الله يعني 10 مشاركين من الفئتين الرسامين والكتاب ويشاركون معانا وإحنا نتشرف فيهم. أكيد. حلو ان انت تطرقتي لموضوع ان بتبي تركزون على جماليات او جمال دوله الكويت بحد ذاتها. صحيح. لو تكلمينا اكثر، هل تحب يعني تبون توجهون الجمهور او الناس ان يركزون على جماليه معينه، يعبرون عن شغله معينه في من خلال كتاباتهم؟ احنا بالنسبه حق احنا نبي نشوف الكويت في عيون شبابها، فنبي نشوف يعني نبي نربط الماضي بالحاضر وتطلعاتهم للمستقبل. يعني مثلا انا اتمنى يعني ما ادري يعني ما راح نحكم على المشاركين، لكن اتمنى ان احد يكتب لي مثلا قصه عن كويت المستقبل، شنو يتخيل الكويت في المستقبل ويربطها بالماضي.
فهذا اتوقع شيء راح يكون مميز ومبتكر بنفس الوقت. يعني يمكن دائما احنا يعني نسمع ونشوف سواء كانت صور او كتابات دائما عن الماضي. صحيح. فيمكن يعني هالموضوع اخذ حيز كافي وجميل. صحيح. وكبير، لكن جدا جميل ان نعرف فعلا الكويت في المستقبل ايش راح تكون. صحيح، يعني هذا الطموح، هذا التطور اللي يشوفونه ابناء الكويت، شنو يتخيلون ديرتهم راح تكون ان شاء الله؟ واتوقع انه راح نحصل على اشياء مميزه واعمال مميزه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. ودنا بعد نعرف، وسمعنا ان في حاله ان يعني اللي شاركها وراح تكون تحويل بعض المشاركات الى كتاب، وهالكتاب يمكن يتحول تستخدمونه بالتعليم. صحيح. شلون ممكن هذا يفيد الطلبه يعني في هذا الموضوع؟ احنا ان شاء الله يعني ناويين ان نخلي هذا الكتاب راح نعرضه على بعض الهيئات والمؤسسات الحكوميه، ومنها ان شاء الله وزاره التربيه وبعض السفارات خارج الكويت. هذا طموحنا ان شاء الله. ممكن يستفيدون منه وزاره التربيه في تنميه اللغه العربيه، لان الكتابات راح تكون باللغه العربيه. بس باللغه العربيه طبعا. احنا راح نشجع اللغه العربيه ونحفز الارتباط بهذه اللغه اللي هي تميزنا وتميز دولتنا بعروبتها. وطبعا لغه الاعجاز ما ننكر، لهجتنا تهبل، ولكن العربية أيضا لها رونقها الخاص. أكيد طبعا. هبة، أنتوا الحين مشروعكم ببلش، يعني أنتوا هل الحين في صدد اختيار المشاركين؟ احنا ان شاء الله راح نفتح باب التسجيل خلال يومين. اخر يوم للتسجيل راح يكون يوم الخميس 13 الشهر. وان شاء الله راح نبدي الرحلات من تاريخ 18 الشهر. اتمنى انهم يتابعون الاكاونت علشان يسجلون فيه اول ما يفتح، لان قلت لك الاولويه هي اللي راح يشاركون معنا. الباب مفتوح للأولوية. وطريقة اختيار الفائز هل راح تكون عن طريق لجنة التحكيم أو يمكن الجمهور راح يشارك في التصويت؟ أتوقع أن لجنة التحكيم هي راح تكون مؤسسة يعني مكونة من بعض الأخصائيين اللي مهتمين بهذا المجال من ناحية الرسم والكتابة، وراح يختارون. هي مو فوز يعني أكثر من ما هي مشاركة في إنتاج الكتاب. نعم. راح يكون طوال الفترة على مدى الحين 5 أيام ذكرتي؟ إن شاء الله 10 أيام راح تكون الرحلات منفصلة وليست متصلة في أماكن معينة إحنا اخترناها، وراح يكون فيها رحلات يشوفونها ويتعلمون على هذه المعالم. راح يكون في شرح مبسط عن هذه المعالم، يكتبون منها خبرة ويقدرون بعدين يورونا إنتاجهم في الرسم أو في الكتابة. الرحلة اللي قاعد تتكلم عنها يعني هل بتستغرق وش كثر؟ يعني قاعد نتكلم عن ساعات ولا راح في حق كل معلم مثلا؟ لكل معلم يوم مخصص له، وراح تبدي مثلا الفترة العصر بعض الساعات، يعني ما راح نطول، بس مجرد شرح بسيط. اللي يحب يرسم المكان يقعد فيه مثلا ويرسم معانا، اللي يحب مثلا يستلهم بعض الافكار للكتابه يسجلها يدونها عنده علشان يكتب، وراح نرجع ان شاء الله. واحنا طبعا معانا يعني ناس متخصصين راح يكونون في يعني مرافقه والشباب اللي راح يكونون مشاركين يعني معنا. هذا كان سؤالي، هل راح يكون في بعض المتخصصين في هذا الموضوع، هل راح يوجهون المشاركين او يبدون لهم بعض الاراء والاقتراحات؟ طبعا اكيد احنا موجودين، انا وحده مشاركه راح اكون ان شاء الله معاهم يعني بالرحله وبالباص، وان شاء الله يعني ما راح نخلي عيالنا وبعيوننا ان شاء الله. هبه كلمه ايه يعني هذه تعتبر هذه اول مبادره بالنسبه لكم هبه، صحيح؟ اي نعم. احنا مجموعه فريق مكون من كتاب ورسامين، وهذه اول مبادره ان شاء الله راح تكون معنا، ويشرفنا ويسعدنا المشاركه. اختياركم انه هو تخصصتوه او حصرتوه في الكتابه والرسم، ليش اخترتوا الكتابه والرسم فقط؟ بالنسبة احنا بالبداية كانت هي المبادرة كانت من مجموعة كتاب ورسامين، فتعرفين كل واحد له اهتمامه الخاص بهذه الفئة. وكانت البداية احنا كنا بنحاول نكتب نسوي كتاب للأطفال، ولكن تطورت بعدين الفكرة وصارت لا راح تصير للنشأ والشباب، وهي قصة مصورة علشان يستفيد منها الكثير. وتعرفين احنا نبي نحبب الناس في الكتاب. والكتاب بدون رسوم يصير شوية نوعا ما يعني ممل، فهذا الشيء راح يجذب اكثر. نعم اكيد. وبالختام هبه، هل توجهين اي كلمه اخيره حابه توجهينها لسواء اللي حاب يشارك او اللي وده يعني يكون جزء من هذه الفعاليه الجميله؟ انا اتمنى من شبابنا والنشأة عندنا ان يعني يبادرون ويسجلون في هذه المبادره، بالعكس شيء راح يزيدهم وراح ينمي من مواهبهم. نعم. وبالعكس يمكن نكتشف عندنا رسامين وعندنا مثلا كتاب
في هذه المجالات إن شاء الله. طبعا كل شكر لك أكيد الكاتبة هبة مندني على تواجدك معنا، ونتمنى لكم كل التوفيق في هذه البادرة الجميلة، واللي هي بادرة هذه هي الكويت، واللي أكيد الأصل والأساس من هذه المبادرة هي فعلا توجيه إلى جماليات والمناطق الجميلة بالكويت وحب الكويت في البداية والأخير، صحيح؟ صحيح. كل شكر لك. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع.